يا خويا عبد الصمد مرحبا. السلام عليكم. كي داير خويا عبد الصمد بخير؟ الحمد لله كلشي مزيان الله يحفظك. الله يحفظك اخويا عبد الصمد، مرحبا بك على اثير اذاعه ام اف ام. خويا عبد الصمد، بدايه كيفاش كتشوف الماتش ديال اليوم ديال المنتخب الوطني كونتر بوروندي، وشنو رايك بشكل عام في المنتخب الوطني؟ شنقول لك، يعني اللقاء السابق اللي لعب المنتخب المغربي الوطني، يعني الكل كيعرف ان المردود ديالو ما كانش مزيان. يعني احنا ديما كما كنقول ديما كنتفايلوا خير، كنتفايلوا خير في المنتخب. الا جينا نهضروا على المنتخب، يعني ديما كنهضروا نفس الهضره اللي كنقولوا اليوم كنعاودوها غدا. يعني ديما كنقولوها، احنا اليوم غادي نكونوا مزيان وعندنا منتخب مزيان وجمعنا واحد الاكيب اللي هي مزيانه. انا غنهضر معكم كذا باش تحت الناس تسمع وتفهم الميساج اللي بغيت نوصل. فاحنا كل مقابله كتجي كنقولوا اليوم غادي يكون المنتخب مزيان مزيان مزيان، بس كتجي تفرج وتجي امر الواقع كتلقى ديما عندنا المشاكل. وديما ديما داكشي اللي كنا كنتسناو من الناخب الوطني يعني يعطينا ولا يزيدنا اضافه للمنتخب ما كنلقاوهاش. يعني اللقاء الاخير اللي تفرجنا فيه كما كنقولوا على نهضروا على الارضيه ديال الملعب ما كانتش مزيانه. هذا هو السبب اللي كلشي كيهضر عليه، التيران كان عيان، التيران كان خايب، ولكن فينا هما اللعابه؟ احنا عندنا خيره اللاعبين ديال البطوله الاوروبيه كاملين، كنت كنجمعهم وكنجيبوهم. المشكل اللي عندنا ديما، السؤال اللي مطروح اللي كيعاود يطرح، هو ان في البطوله عندنا ديما كنعيطوا على لعاب ولا جوج، وملي عندنا حنا مزيانين من 30 ايكيب عندنا في المغرب، يلا كنختار من جوج اللعابه وكيلعب واحد ولا ما يلعبش. نحيدوا المشكل ديال الملعب. اليوم غادي نلعبوا في مولاي عبد الله. وي واش المنتخب اليوم غادي يقدم لنا واحد الاداء اللي حنا كنتاجوه ولا لا؟ هذا هو المشكل اللي كاين. يعني خيرة اللاعبين عندنا اللي كيلعبوا في جميع الانديه الاوروبيه، زياش حكيمي اللي كنقولوا ديما غيعطيونا الاضافه، باش كنجيو الامر الواقع ما كنلقاو حتى شي حاجه اللي كتفيدنا، وما حتى شي حاجه ما زعما اللي غتفرحنا من القدام. الناخب الوطني الشهيري كيقول بان خص مازال الوقت وان الامر معقد، يعني ماشي كيف ما تعتقد الجميع. شنو رايك؟ انا الراي ديالي، حنا كلاعبين سابقين دوليين او لاعبين سابقين بالمحليين، اي مدرب كيجي المنتخب ديما حنا خاصنا الوقت. امتى الوقت؟ ما بقاش خاصنا. اي مدرب كيجي كيقول حنا خاصنا نتسناو، خاصنا بلاتي، خاصنا مقابلات. غنقول لك واحد القضيه، الماتش ديال اليوم عاوتاني ما دخلت رسميا، غيدخل لك شويه من هنا وشويه من هنا عاوتاني، وغيلعب يقول لك لا ما دخلتش انا رسميا، دخلت غير باش نشوف اللعابه عاوتاني. يعني ما تقدرش تحكم عاوتاني على النيفو، ما تقدرش تحكم على الاداء. واليوم عاوتاني خصنا نشوف فريق كامل، يعني اذا دخلنا كاع زعما اللعابه اللي هو الاول عليهم، باش نشوفوهم في ارضيه مزيانه، مولاي عبد الله التيران مزيان، باش نشوفوا واش عندنا فريق ولا ما عندناش. وي ماشي تجي اليوم عاوتاني غتدخل لي جوج ديال البطوله ديالنا وتدخل معاهم اللي كيلعبوا ولا ما كيلعبوش شويه، وتقول انا بغيت غنشوف، علاش؟ حيت حنا تاهلنا. يعني الواقع خصنا نعرفوا المشكل فين كاين. المشكل حنا لحد الان باقي ما عرفناش فين كاين. اللقاء الاخير وسط الميدان ما شفناش ديك وسط الميدان اللي حنا كنا كنتظروا، يعني الطريقه ديال اللعب باش تلعب الفريق، يعني كتشوف انه الفريق عادي، ما كاينش شي حاجه اللي غنشوفها مستقبل الفريق من القدام. واخا تفضل يا ابراهيم. عبد الصمد، اولا باقي بعدا مدرب ديال الصخور السوداء باقي؟ لا هذا العام انا جالس هذا العام. هذا العام جالس. المهم انت 37 سنه تبارك الله مشيتي مدرب ديال الصخور السوداء، راه يعني ما كان ما عندي ما نسالك. انا ما عندي لا سؤال لا والو، عندي غير نذكرك انا بواحد الواقعه. مادام معنا مصطفى طلحه هنايا، انا بغيت نذكرك شي مره كنتي قلبتي طلحه شي قلبه وقعت شي حاجه بيناتكم، بغيتها تذكرنا شويه جات الوقت ديالها. باش اطلع ما عقلش. شوف انا مع ما قالوا لي الشهيري عقل شي حاجه، شي مره وصلتي حدايا ودار كان شي كروشاج ولا شي حاجه سي عبد الصمد؟ طلحه انايا كان عزيز عليا. الله يحفظك الله يكبر. المدافعين شوف انا كنهضر بصراحه، كان المدافعين اللي كيتقاتلوا وكتحس فيه الروح ديال الكره في الملعب، اللعاب اللي كانت فيه النفس ديال الكره، اللعاب اللي ما بقيناش كنشوفوهم دابا. الله يكبر بك اخويا عبد الصمد. الله يحفظك. وانت انت اخويا هذا السي لعب كبير اخويا عبد الصمد. هو كان كيهضر علينا هذا الشيء عبد الصمد. انا غنذكر طلحه باش نضحكوا واحد شويه. غنذكر طلحه في واحد الكوره، انا عمرني كان عندي مع شي نزاع في التيره من نهار لعبت تساليت. هذا هو المهم. الحمد لله الامور ديالي سالينا وبقينا اصدقاء. غير واحد النهار في الديربي ديال 2005 خديت كورة من الكاري، خديتها عطاها لي ناطير وانا نتمشي بها. كتعرف ديك التراني كون جاي التراني شي التراني ما كنتش اخويا تبارك الله كانت عندك شي فيتاس بلا فران.
دابا انا قلبت الاول قلبت الثاني الثالث الرابع الطوبه اللي في الكاري طلعها دابا انا ما لقيت من ندير بلي هو كيشوف فيا يعني هو السرعه باش جي انا هو بقى كيشوف فيا قلت اش غندير فيكسيت غندوز غنحدا ونشوف على الله جات السي هذيك ما جات انا تلي عليا ساعه سهل الله وسهل الله بيع لا السرعه باش جي انا هو واقف ما عمره ما غيتبعني يعني صعيب انه باش يتبعني وانا جاي بلاك كورس ديالي صعيب باش يتبعني دوز السم حداك الحلقه كيشوف فيا تلقاني دوز السم حداك دز دز طلحة ماشي شي حاجه ماشي انا والله هاد لاكسيون انا والله معقل عليها اصلا عادي دابا شوف هاد لاكسيون هادي والله طلحة شي هاد الماتش اللي كيعاود عليه انت هي ما عاودتي هذيك السيمانه هادي ديال الصامات ديال حسن هاد الماتش هي ديال لويسي ديال تسونامي هاد الماتش هاد الماتش ديال واحد لواحد اللي كان ما كان فيه لويس هو هذا هو البطوله ديال البطوله الصهير لعب الصامات هو معك اول حاجه سيمو يا سيمو كدير اخويا كدير كلشي مزيان تحسنات اخويا تحسنات الله يحفظك الله يعزك اخويا اخويا ملي مشيتي اخويا وفين هو داك لا ديفونس دابا وليتي كتسمع ايليا الله يحفظك اخويا عصام كدير انت بخير والله الا بخير الحمد لله الحمد لله شرف لينا هذا اخويا عبد الصمد راه عزيز عليا ولعبت معاه الحمد لله حسنا الشرف مجموعين لعبنا في فريق الرجاء البيضاوي اللي فريق كبير صراحه دينا القاب الحمد لله وديما غيبقى فريق الرجاء اللي فريق كبير فريق ديال اسم عنده تاريخ كبير بالجمهور ديالو احسن حاجه هي تخرج الحمد لله كتبقى هذيك العلاقه ما بين اللاعب والجمهور كتبقى كيبقى يذكرك بالالقاب ديالك بالقيبه ديالك الحمد لله خصك هذاك القميص تخلي زعما تعطي كلشي ما عندك الحمد لله باش يبقى الرضا مع كلشي لا مسيرين لا رؤساء شنو كتفكر مع عبد الصمد انا كنت في ليسبوار هذيك الساعه انا عبد الصمد عرفني غنطلع السنيور مني حيت كان كيشوفني في الصوار وداك الشيء انا اول انا حق الله واحد النهار عبد الصمد يعقل عليا كان هما كانوا سابقيني في ليسبوار وداك الشيء وانا نجي انا من 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 صغار منهم وشافني مكونفوكي معاهم باقي صغير في سميتو في ستاد دونور قال لي السيمو جيتي زيد مرحبا دخل معنا دابا قال لي دخل معقول السيد من تما كانوا كيتنبؤوا لي الدراري الحمد لله في ديك الساعه الدراري اللي كبر مني وداك الشيء الحمد لله وصلنا ولعبت مع الدراري وبقات واحد العلاقه اللي زوينه ودازت فتره زوينه مع عبد الصمد اللاعبين كاملين اللي دزنا معاهم بقى واحد الاحترام تنتمناو لي الحمد لله تنتمنى لي مسيره موفقه في التدريب ان شاء الله. كان عبد الصمد شهير صراحه لعب في عده يعني فرق وطنيه يعني كانوا من بين كنقولوا ليزالير دروا اللي كانوا يعني جيدين بالنسبه لي انا كان بوليفالون يلعب في الاريا سونترال يلعب اريا دروا يعني الكره صراحه كان يمشي اكثر يعني ما كان ولكن الخير فيما اختاره الله لعب في المنتخب راه باش تعرف واحد القضيه لاعبين ديال الوداد والرجاء عبد الصمد هو تا هو حاضر كنا اصدقاء عبد الصمد راه كنا كنخرجوا نتلاقاو ونجمعوا قيوان وياه يعني هذه العلاقه اللي خلات كره القدم خصوصا وداد الرجاء يعني كنا اصدقاء اصحاب دائما كنخرجوا كثير عبد الصمد لعب في الجيش فاش كان في الجيش وكنلعبوا ضدهم ولا كيجري الدوبل فهمتيني كيلعب هنا فهمتيني كيبان لك هنايا واحد الاحترافيه مع تبارك الله كيجري تبارك الله وتهضر عليه في داك الشيء داير تبارك الله كما جبتوا الجيش غنضيفكم في واحد الموضوع اللي مهم ومهم بزاف يعني باش كتعرف اللاعب انه بروفيسيونيل ما كيعرف لا رجاء ما كاينش شي فرقه ما كيعرفش يكون يعني كتكون كيحترم هذاك المايو اللي غيلبس هذا هو الاحتراف العادي شوف وحق الله علي العادي الرجاء غادي الشامب خاصة غتعادل 2010 ياك 2010 والله العظيم وانا كنلبس السباط ديالي كنلبس كنخدم السير والدموع ديالي نازلين وهاد هاد الفكره هادي حتى شي واحد ما جات بالو حتى شي واحد ما قلتها ليه ولا الصحافه لا حتى واحد هو جا عندي السي عزيز العامري ويبرك حدايا وعنقني قال لي عصامد راه حاس بيك وداك الشيء وكي راه ماشي كيصوع على شي حاجه كي دابا انايا شعلة زهر عندي كيدير الفرقه عطاتني بزاف وما قدرتش نرد لها والو انا يعني اليوم غندخل للدار ونتقاتل للدار باش هما يديو الشامبيونه وداك الشيء وهذه يعني بقى فيا حال واحد الدرجه اللي ما كتصورش كاع يعني بكيتي يا عبد الصمد لانك مضطر انك تدخل وتقاتل مع الفريق اللي ماشي مضطر غندخل نتقاتل على 30000 درهم انت ديك الساعه كانت عندنا 30000 درهم بريم ديالنا غندخل نتقاتل عندي ولادي عندي دارنا عندي مسؤوليه غندخل نتقاتل وعلى التوني اللابس لان كنت انا الناس عطيني واحد لاصوم ديال الكبيره ديال الفلوس باش نسني معاهم وغادي الفريق دار الام ديالي اللي غنلعب ضده ما نلعبش مزيان ما يمكنش خايبه ليا انا
ولكن كتحس براسك غتقاتل واحد الفريق اللي تربي ضد واحد الفريق اللي تربيتي فيه. لا الفريق اللي تعلمت منه بزاف الاشياء اللي عطاك سميه كبيره في المغرب واللي عاونك ومدوا لي المساعده وكن ما لقيتش من الحل ما كاينش مقطوع الحل كاع. ولكن هذا هو اللاعب بروفيسيونيل اخويا عبد الصمد، هذا هو هذه الحشيره فيه اللي كندوي عليها. ما عندك ما دير عبد الصمد انسان ما عنده ما يدير. عبد الصمد اه اذا درتي دابا واحد القراءه للمسار ديالك كلاعب، واش كاين شي حاجه اللي ندمتي عليها؟ كان ما خصكش ديرها في المسار ديالك ودرتيها وربما اثرت حتى على المسار ديالك الكروي. انا ما نكذبش عليك، انا الحياه اللي ندمت عليها فاش فرجت الاصدقاء. انا ما اختارش الاصدقاء اللي مزيانين وما يعني الوقت اللي كنت كنلعب وداك الشيء باش نبقى مرافق غير مع اللعابه صحابي، نبقى نمشي عندهم ونجي عندهم يعني ونستافد منهم. بحال ملي كنسالي الماتش شي حاجه كنمشي كنتعامل مع الدراري صحابي ماشي مع اللعابه. فهمتي المشكل طالع ليا؟ لونتوراج كان خايب. لونتوراج ديالي كان خايب وكان فاسد، يعني ما كنتش كنت انا بحال كتقول كتدير لك الحنيه على الناس. نزل هذا من دارو مشي معاه شي بلاصه نريحو مشي هنايا في الاخر لقيت راسي غير بوحدي. والحمد لله خويا. الحمد لله الحمد لله. الصمد خويا. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. الصمد خويا السيمو. المهم بنادم دابا الحمد لله المسار ديالو لعب شي فرق الحمد لله كبيره اللي في البطوله الوطنيه في المنتخب الوطني. دابا المستقبل ان شاء الله جاي خويا عبد الصمد في التدريب ان شاء الله. ان شاء الله غادي ان شاء الله احسن ان شاء الله. ان شاء الله نتمنىوك مسيره موفقه خويا عبد الصمد في التدريب ويعوضك اخويا داك المسار جيد ان شاء الله ديال الكره، وان شاء الله ما تخافش القادم يكون افضل ان شاء الله خويا عبد الصمد. الله هادشي اللي كان يتمنى الله. واحد الكلمه عبد الصمد ان شاء الله الراجه راه جايه خويا عبد الصمد ما تخافش. عبد الصمد الرجاء راه جاي ان شاء الله يرجع كلشي مزيان وجاي الالقاب. سي معارف نهضروا على الرجاء واحد شويه. الصراحه يعني اللي كنت اسف لي انا بزاف سي معارف. هادشي علاش بغيت نهضر معاك فيه. يعني كرجاويين صادقين تبقى في الحال، ماشي على خسرنا في الديربي زعما ولا شي حاجه، لا بالعكس راه الديربي واخا كون ربحنا 7-10 ولا ربحنا 15 فين كاين المشكل في الرجاء؟ صح راه كاين في المسؤول. شوف راه كاينين في المسؤولين. راه اقسم بالله راه ما كاين لا السلامي لا حتى شي حاجه. واش اللعابه انا احنا زدنا لعابه، واش لما تخلصناش واحد 3 ماتشات 4 سيمو طرحه؟ جاوبوني على السؤال، لما تخلصناش واحد 4 ماتشات 5 كيفاش يكون المورال ديالنا؟ بصح راك عندك عائله عندك مسؤوليه. احنا من اللعاب الحمد لله راه كيعيش باقي كيعيش اللاعبين راه كيعيشوا بهاد لي بريم وهاد لي صالير. فاش كنربح وكنلقى بريم ديالي ديز وكنحضر الصالير ديالي ديز. الصينات كيتسنى الاخرى كتكون كتحس براسك اونفور. عندي فين نهضر؟ ما كيبقاش عندي فين نهضر ولا نربح باش ندخل واحد اخر. وحيت عبد الصمد راه ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ابوناو فلاش ديالو وضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ان اف اف سبور. المشكل ديال الرجاء اللي مطروح هو كيمشي كيجي مسؤول كيلقى الرجاء غارقه كيدخل عليها تو زيد يغرقها، كيجي كيمشي بحالاتو كيجي واحد اخر عاوتاني تو كيدخل عليها غارقه وكيزيد يغرقها وكيمشي هما كيخلصوا دابا. وكنتمناو خير كنتمناو خير ان شاء الله. الله ان شاء الله تفك الامور على خير ان شاء الله ورجع الرجاء راجل كبير بالسميه ديالو بالجمهور ديالو. هادشي اللي كنتمنى ان شاء الله. شكرا بزاف خويا عبد الصمد. عبد الصمد ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ابوناو فلاشين وضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.